بونسوار. طقس ربيعي معتدل عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تفاصيل كلها من بعد فقره صوره وشمسيه. بذكركم بموضوعنا لهالشهر هو ديكار البيوت، ابعتوا لنا صوركم واربحوا معنا. اما هلا بننتقل على دول عربيه لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 28 درجه، رباط 21، الجزائر كمان 21 درجه، بغداد 29، دمشق 28، القدس 26، وبنختم اخيرا مع الكويت 34 درجه، الدوحه 31، اما الرياض كمان عم بتسجل 31 درجه. هلا بننتقل على لبنان، الساحل اللبناني عم تتراوح حرارته بين 13 و 26 درجه، بالنسبه للجبل 20، اما بالداخل بتوصل اقصاها ل 26 درجه. تفاصيل اكثر بنروح على الخريطه اللبنانيه، ومنبلش جولتنا بعكار 23 درجه، طرابلس 24، الارز 14، الكوره 22 درجه، الهرمل 23، القاع 22، بعلبك 24، رياق 22 درجة. من كفة لنوصل على جبال 24، نيروبا 16، جونية وبعبدا 26، بيروت كمان عم بتسجل 26 درجة. من كفة لنوصل على زحلة 24، شتورة 25، عنجر 24، مشغرة كمان 25 درجة، جزين ورشية 23 درجة، مرجعيون 24، بنت جبال 23، ومنختم مع صيدا صور وقانا 25 درجة. بكرة الأحد طقسنا قليل الغيوم، وعندنا استقرار بدرجات الحرارة لتوصل أقصاها ل 26 درجة، أدناها 16، بالنسبة للرطوبة عم بتسجل 75%. نهار الاثنين بتنخفض لل 25 درجة، بترجع بترتفع نهار الثلاثة ل 26 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 4 درجات وال 14 درجة. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير. ختام المسائية تذكير